طيب خلينا نروح لصديقنا وناقدنا الرياضي الكبير الأستاذ أسامة السويسي عبر سكايب. أستاذ أسامة ازاي حضرتك؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ وحشني وحشني البيت الكبير. انت اللي وحشني جدا، بس انت اللي مسافر بقى، فمش هنقدر نقول لك تعالى، بس هنجيبك برضو على سكايب، مش هنسيبك. حبيبي يا كابتن اسلام، انا بسافر بس روحي طبعا في البيت الكبير موجوده معاكم على طول طبعا، لان احنا ما نقدرش نستغنى عن النادي الاهلي ابدا طبعا حتى لو رحنا اخر حته في العالم. طبعا البيت الكبير هو النادي الاهلي، دائما يظل بيتنا الكبير. استاذ اسامه خليني ابدا مع حضرتك الاول بالمنتخب، ورايك في اختيارات كارلوس كيروش لقائمه منتخبنا الوطني للمباراتين القادمتين. اعتقد ان هي اختيارات منطقيه جدا، يعني خصوصا عوده الثلاثي محمد شريف ومحمد مجدي أخشه بالاضافه لمصطفى فتحي اللي تم استبعادهم في مباراتي ليبيا بشكل كان مفاجئ بالنسبه للوسط الكروي. اعتقد عودتهم عوده مستحقه بالاضافه لبعض الوجوه الجديده اللي بتؤكد ان الراجل واضح انه متابع كويس، هو الجهاز المساعد بتاعه واضح ان هم اتفرجوا كويس وان هو حسنا لما قرر ان هو يلعب مباريات الدوري ويجبر اتحاد الكوره انه ياجل ماتشات كاس مصر، لان ماتشات كاس مصر كانت هتبقى محدوده على بعض الفرق، ولكن بدايه الدوري ولعب 3 جولات في الدوري شاف ال 18 فريق، شاف اللعيبه كلها، واعتقد ان احمد ياسين هو المفاجاه بتاعه الاختيار، واعتقد انه مدافع يستحق التواجد في قائمه منتخب مصر. العناصر اللي موجوده عناصر جيده، اما الحديث عن بعض الاسماء اللي تم استبعادها فاعتقد ان مباريات القمه وتوابعها كان ليها دور في الموضوع ده. طيب خليني ابدا بالاسماء اللي استبعدت، رمضان صبحي، ابراهيم عادل، مجموعه اللاعبين اللي تم استبعادهم، طارق حامد، هل انت تتفق مع كارلوس كيروش في استبعاد هؤلاء اللاعبين؟ اعتقد انه لو حضرتك رجعت التشكيله اللي بدا يعتمد عليها والاسماء اللي بدا يعتمد عليها خاصه في النواحي الهجوميه، لو اتكلمنا في النواحي الهجوميه هو عنده اكتر من جناح جاهز ولائق في الفتره دي، فبالتالي طبيعي جدا انه يخرج واحد زي ابراهيم عادل، ممكن يخرج رمضان صبحي، ممكن يخرج زيزو كمان، حتى المنطقه اللي هي في قلب خط الوسط خلاص دلوقتي احنا بقينا متاكدين وعارفين وواثقين ان الثنائي محمد النني بالاضافه الى عمرو السوليه هم ليهم الاولويه في قلب خط وسط منتخب مصر. هل كارلوس كيروش من وجهة نظرك يا أستاذ أسامة من مدرسة تثبيت التشكيل، بمعنى أن هو هل هيحافظ على نفس التشكيل اللي بدأ به في المباراتين السابقتين؟ هو ما استبعدش حد من التشكيل الأساسي يعني. اعتقد ده واضح جدا، وهو من المدربين اللي بيحبوا كده، ولو لاحظت انت معاه في المسيرة بتاعته الطويلة مع منتخب إيران محافظ على التشكيلة، بيدخل لها عنصر او اتنين في حدود ضيقة للغاية. حتى في المنتخبات اللي قبل كده دربها نفس الوتيره، هو من النوع المدرب اللي بيتعامل بمنتهى الواقعيه مع كل مباراه بشكل مختلف. يمكن احنا شفنا اداء منتخب ايران في كاس العالم، كان كل مباراه رغم صعوبه المجموعه اللي كان بيلعب فيها كان كل مباراه ليه طابع مختلف على حسب قوه المنافس. نتمنى يا رب ان شاء الله ان احنا نعدي مباراه انجولا علشان نخوض مباراه الجابون بمنتهى الاريحيه، علشان نكون ضمننا الصداره والتاهل لمرحله النوك اوت اللي هي المرحله الاخيره اللي هتكون بنظام الذهاب والاياب زي ما شرحت في الانترو بتاعك. ان شاء الله امنياتنا كبيره جدا مع كارلوس كيروش ومع الجهاز الفني ليه ومع المجموعه الواعده اللي موجوده في المنتخب المصري سواء المحترفين او اللاعبين المواطنين. ويمكن الميزه اللي بيمتاز بيها منتخب مصر انه العناصر الاساسيه مش بس محترفين، لكن عناصر من اللعيبه المحليين اللي بيلعبوا في الدوري المصري اللي يعد واحد من اقوى الدوريات في المنطقه، وبالتالي نفس المجموعه دي كمان هي اللي هتلعب منافسات كاس العرب نهايه الشهر ده ومطلع ديسمبر المقبل ان شاء الله تكون. طيب قبل ما اتكلم معاك عن النادي الاهلي ورؤيتك لمباراه الاهلي والزمالك وما حدث او توابع هذه المباراه، بما اننا بنتكلم عن كاس العرب، من وجهه نظرك قول لنا اخر الاستعدادات لاستضافه قطر لكاس العالم او لكاس العرب خلال الفتره من اعتقد 30 نوفمبر لغايه 18 ديسمبر. انت ما غلطتش لما قلت كاس العالم، لان البطوله فعلا دلوقتي اتسمت مونديال العرب،
المسمى الرسمي اللي بتستخدمه جميع وسائل الاعلام هو مونديال العرب، لان دي البروفه الاخيره قبل استضافه كاس العالم 2022. دي البطوله دي هتقام بنفس نظام بطولات الفيفا اللي بتطبق في كاس العالم، كل حاجه، الناحيه الاعلاميه، الناحيه الجماهيريه، الناحيه التنظيميه، الناحيه التسويقيه، حتى المنتخبات، كل حاجه تم تجهيزها وتاهيلها علشان دي تكون نسخه مصغره من كاس العالم ان شاء الله اللي هتكون في 2022. الاستعدادات هنا تجرى على قدم وساق، كل الملاعب تقريبا شبه كامله، ملاعب المونديال السبعه تقريبا خلصت خلاص. هتشوفوا في كاس العرب ان شاء الله مفاجاتين، ملعب البيت اللي في الخور وملعب راس ابو عبود، هيبقى ملعب واحد بس هو ملعب لوسيل. ملعب لوسيل ده اللي هيستضيف نهائي كاس العالم، هو اصبح بالفعل جاهز ولكن لن يتم افتتاحه ولن يتم لعب مباريات عليه في مونديال العرب، ولكن هيكون جاهز بعد كده ان شاء الله. الاستعدادات هنا غير طبيعيه، خاصه على الصعيد الجماهيري، هتشوفوا حضور جماهيري غير طبيعي باذن الله إن شاء الله. طيب أستاذ أسامة، مباراة الأهلي والزمالك وفوز النادي الأهلي على نادي الزمالك 5-3 أصداء هذا الفوز في كل البلاد الخليجية والعربية. هو توابع، ممكن تقول توابع زلزال أحمر بقوة 5 ريختر، ما زالت مؤثرة لغاية دلوقتي، لدرجة إن الفيفا بيفكر في 5 تعديلات جوهرية. ومش عايزك تضحك يا كابتن اسلام، لاني هقول لك على الحاجات اللي بصراحه لغايه دلوقتي الناس كلها بتتكلم عليها والجمهور كله بيتكلم عليها. اول حاجه، واضح ان الفيفا بيفكر في ادخال بند الاحتواء على قانون كره القدم واخبار الايفاب اللي هو المسؤول عن نص القانون، لان اول مره اشوف حكم كره قدم دولي يطلع في تصريحات يتكلم بالشكل اللي احنا سمعناه من الكابتن محمد عادل امبارح، لما قال انه بعد الهدف الثالث لعيبه الزمالك اتوترت، فكان بيحاول يحتويهم وبلغ في السماعه كل الطاقم اللي معاه، قال لهم دي مرحله الاداره ومرحله الاحتواء. الكلام ده كلام خطير جدا. اولا التصريحات اللي قالها الكابتن محمد عادل دي سابقه تحدث لاول مره في العالم. لاول مره في العالم حكم يخرج بعد مباراه ويتحدث في الامور الفنيه. يتحدث في الامور. برافو عليك. اعتقد ان هناك بند في الاتحاد الدولي، والجزء الثاني من الحلقه هيكون معايا كابتن ناصر عباس هنتكلم في هذا الامر، ولكن اعتقد ان في بند بيتكلم على ان يمنع على الحكام التحدث في هذا الامر. تعليمات واضحه من الفيفا كابتن، تعليمات واضحه من الفيفا ان ما حدش من الحكام يطلع يتكلم في قرارات الحكام. هو انت شو عمرك شفت قاضي بيصدر حكم وينزل من على المحكمة يتكلم في الحكم؟ لا طبعا، ما ينفعش، لأن ده قانون وهو قاضي ملعب، ما ينفعش يتكلم في كل التفاصيل اللي قالها، مع احترامي ليه ومداخلته مع الكابتن شوبير، ولكن تفاصيل غير طبيعية. ولو البطولة دي، ولو ما كانش ده في الدوري المصري وكانت دي بطولة دولية، كان مؤكد سيتم إيقاف الكابتن محمد عادل. والحقيقة أنت عارف يا أستاذ أسامة، قبل ما تكمل كلامك برضو في النقطة دي، انا اللي مزعلني اكتر تصريحات الكابتن عصام عبد الفتاح. كابتن عصام عبد الفتاح طلع يتكلم او يدافع عن الكابتن محمد عادل او عن هذه التصريحات. اذا كنت انا وجهه نظري يعني في هذا الامر، اذا كان الكابتن عصام شايف ان الكابتن محمد عادل عمل مباراه جيده فخلاص اوكي قول كده، ولكن الكل اجمع على خطا التصريحات اللي قالها الكابتن محمد عادل. سيبك بقى من الكلام اللي حضرتك بتقوله ده، ان هو كمان ما كانش من المفترض ان هو يطلع، ولكن الكل اهلاوي وغير اهلاوي اجمع على ان لا يصح ان في حكم يطلع يقول مثل هذا الكلام، وكابتن عصام طلع يدافع عن هذا الكلام. ده هو ده اللي انا كنت، هي دي النقطه اللي انا كنت رايح لها، لان انت كمسؤول وكراجل رئيس لجنه حكام، أيوة، واحد من الحكام الدوليين اللي شاركت في كاس العالم في المانيا 2006، كان المفروض ان انت عارف الكلام ده، لكن تطلع تقول ان انا مديله اذن ان هو يتكلم، دي مصيبه اكبر. لما تطلع كمان تعلق على الكلام دوت، ولما تلاقي رد الفعل بقى مختلف، اول حاجه قال لك مفيش عقوبات وانا مديله تصريح وانا عندي ما عنديش مشكله انه يتكلم، بعدين لما لقى رد فعل سلبي وغاضب جدا من كل الناس، رجع قال لا في عقوبات بس احنا ما بنعلنش العقوبات، انا زعلان ان هو اتكلم في الحالات وما كانش ينفع يتكلم في الحالات. لا، هو ما ينفعش يتكلم اصلا يا كابتن. انت طلعت دفعت عنه بعد المباراه، واستديوهات التحليل طلعت كمان دفعت عنه واشادت بيه وقالت ان هو كذا، رغم ان انا ليا تحفظ على الكثير من القرارات في مباراه القمه، وانه لولا الاحتواء اللي هو اعترف بيه
كانت النتيجة هتكون تاريخية غير مسبوقة في تاريخ مباريات الأهلي والزمالك. البند مظبوط. الثاني بقى، البند الثاني يا كابتن إسلام، البند الثاني الفيفا بيفكر فعلا إنه يعمل استثناء خاص لمصر ويلغي احتساب الأهداف من ركلات الجزاء، لأن بعض الخبراء بيقولوا إحنا لو شلنا، لو شلنا ركلات، لو شلنا أهداف، يعني أنا مندهش أولا إن ده يطلع من لعيبة كورة كبار، لعيبة كورة كبار خدوا بطولات كبيرة، إن أنت تقول لي لو شلنا ركلات الجزاء الأهلي هيفوز 2-1 بالعافية، والتاني يقول لي لو شلت ركلات كلام الجزاء غريب. الزمالك يفوز 3-1. لا ده، طب أنا عايز أقول لك على حاجة كابتن إسلام، هرد عليهم بس. اتفضل. لو أنت شلت ركلات الجزاء من نتائج المباريات، البطل الدوري السنة اللي فاتت مش هياخد بطولة الدوري، ايوه مظبوط مظبوط. واحتمال ينافس على البقاء، لأن معظم الانتصارات بتاعته السنة اللي فاتت كلها من ركلات جزاء. دي ايوه حاجة. ثالث. البند الثالث، البند الثالث واضح إن الفيفا هيفكر برضو، علشان برضو موضوع الأهلي والزمالك دوت عامل أصداء غير طبيعية، هيفكر في احتساب نتائج المباريات شوط بشوط، شوط لأن بشوط. تلاقي ما انا سمعت، لقيت ناس بتقول لك الزمالك فاز في الشوط الثاني 3-2 ايوه والاهلي فاز في الشوط الاول 3-0، فيبقى كده احنا متعادلين. هو في حد يقول كده يا جماعه؟ هو في حد يقول من امتى الكلام ده، او ينفع الكلام دوت يتصدر للناس؟ المهم نروح للبند الرابع، وهو البند الخاص بحاجه ما حدش يتكلم فيها يا كابتن، اللي هي الكره الثانيه اللي دخلت. الكره الثانيه اللي دخلت لحظه تسديد علي معلول لركله الجزاء المعاده، الحكم قال انه شافها في توقيت كان علي بيسدد الكرة وما اثرتش على علي ولا على الحارس ابو جبل، على نعم. عيني وعلى راسي، وكلام زي الفل، كلام زي الفل واتفق مع القانون. ولكن تقول لي ان انت ما عرفتش مصدرها منين؟ لا، اقول لك معلش سوري، ده كلام مش منطقي. مصدرها منين؟ ده انت عندك 19 كاميرا في الملعب، وعندك 3 حكام في الفار، وعندك حكم رابع المفروض ان زاويه التركيز بتاعه في الوقت ده على دكه بدلاء الزمالك ونص الملعب اللي فيه ركله الجزاء، ايوه يبقى هيعرف مين السبب. والبند في التعديل السنه اللي فاتت بيقول في القانون، لو نزلت الكوره من الملعب من احد افراد الجهاز الفني ومحدش عرفه، لان لو اتعرف هيطرد، المدير لو الفني محدش عرفه المدير الفني يطرد، بالظبط. وده ما حصلش. فكده ممكن الاتحاد الدولي لكرة القدم يفكر في يغير إلغاء البند البند ده ده. باعتبار ان هو طب البند ما الخامس بقى اللي هو بيطبقش. اهم بند، البند الخامس اللي هو اهم بند. ما البند الخامس طبعا بتاع علي معلول، تعالي معلول. فواضح ان لان علي معلول اللي جاب الجول الخامس، ايوه فكده احنا شكلنا هنركز على موضوع ان احنا ايه الظهير الايسر للفريق ما يسددش ركلتين جزاء، عشان في ناس بتتقمص. لا عموما بص هقول لحضرتك حاجه يا استاذ اسامه، الفتره اللي فاتت الحقيقه شفنا حاجات كتيره جدا اتمنى، لكن على الجانب الاخر برضو خلينا واحنا بنتكلم مع حضرتك على الجانب الاخر، شفنا نقل تلفزيوني على اعلى مستوى، شفنا الروح ما بين اللاعبين جوه الملعب على اعلى مستوى، شفنا جمهور رائع الحقيقه خصوصا جمهور النادي الاهلي ودوره، ولقطه قفشه مع حامل الكرات الزملكاوي جامع حاجه الكرات جميله جدا، الزملكاوي دي صحيح حاجه محترمه صحيح جدا. الشكل العام كانت المباراه رائعه وكانت كل حاجه فيها كويسه باستثناء بعض الاخطاء التحكيميه اللي حضرتك اتكلمت عنها. وحتى يا كابتن اسلام، وحتى المباراه فنيا، حتى المباراه صح فنيا كانت مباراه مظبوط. مثيره جدا ومباراه جميله جدا، تليق بديربي وكلاسيكو الكره العربيه. دي حاجه انا بتعامل مع الناس هنا من كل الجنسيات، الاخوه الاصدقاء الاعلاميين من كل الجنسيات العربيه كانوا بيكلموني وهم مبهورين ان مباراه اهلي وزمالك تخرج بالشكل الرائع ده، فيها شغل غير طبيعي. لكن اللي مش طبيعي ان انت تقعد تفطس في المدرب بتاعي، المدرب الاهلي اللي ايوه متقدم 5-1، وتنسى الكلام دوت وتيجي تقول لي اصل التغييرات بتاعته اصله فاشل واصل الوضع. لا، انت عندك رساله وعندك اجنده واضحه ان انت مش طايق الراجل ده وعايز تمشيه باي شكل، ده اللي اقدر اقوله لك. لكن انا بزعل من الاهلاويه اللي بيستجيبوا للكلام ده. لا، ما تستجيبش للكلام ده، خليك واثق في المدرب بتاعك اللي عمل في فتره قليله جدا 10 شهور 5 بطولات، مع وقفت على البوديوم برونزيه كاس العالم، ده تعتبر بطوله برضو، تمام، وفي فتره وجيزه جدا مع ارقام قياسيه محترمه للغايه. لكن الناحيه الثانيه كل واحد حر، الناحيه الثانيه شافوا ان مدربهم نجح ان هو في العوده من 5-1 ل 5-3، فهو عبقري، هو حر.
الناحيه الثانيه شافوا ان في روح في لعيبه الزمالك ورجعوا من 5-1 ل 5-3، هم احرار. ولكن انا عايز اقول لك ده الفرق بين الاهلي والاخرين، الفرق بين الاهلي والاخرين ان جماهير كتيره من جمهور النادي الاهلي زعلانه ان النتيجه ما خلصتش اكتر من 5، تمام؟ ولكن في المقابل الناحيه الثانيه عمال بيرفع في مدربه ويرفع في لعيبته ويدور لهم على مبررات ويدور لهم على كذا. ده الفرق، النادي الاهلي لما بتحصل عنده كبوه بيفكر في العلاج نعم. والبدايه بتكون الاعتراف ان انا في تقصير من اكبر مسؤول في النادي وده اللي حصل اكبر بعد مشجع. خساره الدوري الاخيره الحقيقه، ان كانت بدايه الاصلاح هو بدايه الاعتراف بالتقصير. وكمان خساره كاس السوبر، ولو وكأس انها السوبر بركلات الترجيح، نعم ولو انها بركلات الترجيح. الاهلي عودنا دايما انه لما بتحصل كبوه بقفل على نفسي، اشوف الاخطاء ايه، اتكلم، اواجه، تمام، اتخذ القرارات المناسبه، وابدا من هنا التفكير في المستقبل والانطلاق بشكل جديد، وده اللي اتعودنا عليه في النادي الاهلي. شرفت ونورت يا استاذ اسامه، دايما بحب ان انت تكون معانا، ولان كل جمهور النادي الاهلي بيحبك وانت راجل محترم وليك صوت رائع الحقيقه. انا بشكرك جدا على وجودك معانا الاستاذ اسامه السويسي ناقدنا الرياضي.